يوسف صالح العييري الشهير بالبتار، أول قائد لتنظيم القاعدة في السعودية، أكثر من جند ودرب الشبان لصالح تنظيم قتل القائد الأول والمؤسس لتنظيم القاعدة في السعودية. خلاص، هذا نجاح كبير وفي وقت قصير جدا، أقل من شهرين. لكن السؤال، ينتهي التنظيم بمقتل العييري قاعدة؟ أنا ما أعتقد صراحة. طيب، من القائد اللي بعده؟ إيش ممكن يسوي الآن؟ وش عنده من أهداف؟ أعتقد الموضوع صعب، طويل جدا جدا. والمقاتلين للحرب في البوسنة والشيشان وكوسوفو. في ذلك الوقت الذي انهمرت الأسئلة فيه في مخيلة فارس، كانت الإجابات في مكان آخر. كان اليمني خالد علي حاج يتولى قيادة التنظيم الفعلية، تاركاً الواجهة للسعودي عبد العزيز المجرن والذي كان يليه في القيادة الفعلية. وقد رسمت هذه الخطة للحفاظ على التنظيم في الداخل السعودي، والذي كان سوف يتأثر إذا ما تولى قيادته شخص غير سعودي كما كان يعتقد مؤسسوه. أنا لا أعتقد أنه كان مجرد صورة للقيادة. عبد العزيز المجرن كان قائدا يعني فعليا، لكن يمكن كانت قائدة مزدوجة. يجب أن نتذكر في هذا السياق، دعنا من عبد العزيز المجرن وخالد حاج أو أبو حازم، حتى في مراحل سابقة هناك أشخاص غير سعوديين تسنموا مناصب وتولوا إدارة عمليات القاعدة، يعني كريم المغربي كريم المجاطي، ولا المغربي الآخر يونس الحياري، ولا في يمنيين آخرين أيضا تولوا مثل الريمي وغيره، تولوا مسؤوليات ومهام قيادية في القاعدة بوجود شخصيات سعودية أخرى، يعني مثل صالح العوفي، مثل سعود المقاطي وغيرهم. يعني كان فيه هذا التزاوج بين سعودي وغير سعودي موجود باستمرار. يعني يبدو أن القاعدة كانت تريد أيضا حضورا يعني شعبية في الوسط السعودي، باعتقادهم أن الناس يتعاطفون معهم، وأن وجود سعودي في التنظيم سيكون أكثر قبولا من وجود غير سعودي، وذلك ما دعاهم إلى أن يخفوا أن الحاج هو القائد التنظيم الأساسي. فبينما كان وجود الحاج كان قائدا أساسيا، وعبد العزيز المجرم هو كان الشخص الثاني. مكة المكرمة، المكان الأقدس في العالم للمسلمين، لم تسلم هي الأخرى في المخططات التي كانت تعدها القاعدة في السعودية. فبعد مقتل يوسف العييري مؤسس التنظيم وقائده الأول، ساد اتجاه لدى بعض قادة التنظيم بتنفيذ اغتيالات لكبار رجال الدين في مكة، وهو ما كان يرفضه العييري من قبل. في تلك الأثناء توصلت الجهات الأمنية من خلال التحقيقات مع بعض الموقوفين إلى معلومات تفيد بوجود مطلوبين في شقة بحي الخلدية في مكة المكرمة، ثم حوصر الحي والمبنى بقوات الطوارئ ورجال الشرطة. بالتفاصيل التي سمعتها أنا عن خلية مكة الخالدية كانت مدهشة بالنسبة إلي، أنا لم أستوعبها أبداً. يعني كيف يمكن أن يصل الحال إلى أنهم يقومون بعمليات اغتيال داخل الحرم المكي وتفخيخ المصاحف؟ لكنني أتفهم أيضاً أنه بالإمكان أيضاً أن يوجد نوع من التنظير من هذا، باعتبار أنه مكة أصبحت دار حرب. هو الحرم المكي باستمرار، الحرم المكي والمدني والأماكن المقدسة أماكن مغرية للعمل بالنسبة للقاعدة، كل التيارات العنف أصلاً. والسبب أي عمل في هذا المكان يأخذ صدى إعلامي أكبر. يعني قارن لو أن هذه الخلية نجحت في أعمالها بمكة، وأن تقوم بهذا المكان في مكان نائي في جنوب السعودية وفي شمالها، مؤكد الصدى الإعلامي سيصبح أكبر في حالة أن يقع هذا العمل في المكان الذي تتجه إليه أنظار مليار ومئتين مليون، وفي رسالة ربما للقاعدة ربما لا يشعر بها الشبان المنفذون لكن يشعر بها المخططون، أن هذا البلد اللي هو السعودية اللي يقدم نفسه حاضن الحرمين وحامي الحرمين لا يستطيع السيطرة على الحرمين.
بدأ رجال قوات الطوارئ باقتحام الشقة ودارت مواجهة صعبة للغاية بينهم وبين المطلوبين. قتل على أثرها بعض من كانوا بالشقة، أصيب قائد الخلية وأحد المطلوبين 19 أحمد الدخيل الذي تمكن من الفرار هو وبعض من خليته، ثم جرى تعقبهم في كل مكان. واصطياد الفئات العمرية الصغيرة هو من أهداف تنظيم القاعدة بشكل جلي، فقد ردد زعيم التنظيم أسامة بن لادن في لقاءات إعلامية أنهم يحرصون على الشباب المجاهد الذي ينحصر بين 15 و20 من العمر، فهم الأكثر تهيئة لتشكيل فكر الجهاد في سبيل الله، مع العلم بأن عناصر هذه الخلايا في أغلبها لا تعلم بأنها مرتبطة بذلك التنظيم، فأدبيات تنظيم القاعدة لا تعطي أفرادها فكرة الانضمام إليها بقدر ما يكون الأمر بصورة سرية لدى القيادات، إلا أنهم جميعا يعملون لدى التنظيم من دون أن يشعروا. صغار السن يعني يمثلون بيئة خصبة، طبعا هو الشاب يكون في فورة الشباب ويعاني من مشاكل مراهقة. الشاب يكون في هذه المرحلة يعني أشبه ما يكون بالتائه، لديه ميول تمردية على المجتمع، على الأسرة، على العائلة. الشاب أيضا في مثل هذه المرحلة العمرية ينظر باحترام وتقدير لمن هو أكبر منه سنا، يتلقى منه أي رسالة يمررها له يذعن لها، لا يناقش كثيرا، ليس لديه ذلك العلم، لم تتبين أو لم يستشر في المستقبل بشكل جيد، فأي رسالة تمرر له سواء من هذا التنظيم أو من أي جماعة أخرى هو مثل الإسفنجة، يتقبلها ويؤمن بها ويتحمس لها، بل قد يعني يصبح من الداعين إلى تنفيذها. ولكن إذا كانت القاعدة تحاول الوصول إلى صغار السن هؤلاء بطرق مختلفة، فيما يتضح من تلك الحادثة أنها وصلت إلى عدد غير قليل منهم. الأمر الذي يدفعنا هنا للبحث عن الظروف النفسية للشباب في هذه الأعمار الصغيرة التي ربما تسهل من عمل القاعدة في تجنيدهم. التركيز على صغار السن لن يكون جاهل بالمعلومات الشرعية، مهما كان لديه من علم يكون جاهل بالمعلومات الشرعية، سهل زرع روح الانتقام لديه، سهل تقبل المعلومات التي توكل إليه، سهل تصديق لما يشاع من الإشاعات، وبالتالي أي شيء يذكر له يصدق بدون تمحيص أو تدقيق. طبعا لو رأينا وأردنا أن نقول من صغر السن، أيضا تجد دائما أنهم يعني في سن قبل 20 16 17 18 سنة وبعد 20 قليل، لأنه في سن معين سيدرك الإنسان، سيبدأ يسأل لماذا وكيف وماذا، يعني أمور كثيرة سيسألها ما الذي يعمله، لكن هذا السن تجده مقدم تماما. وحين ينظر إلى قائمة أفراد تلك الخلية يتضح جليا أن معظم أفرادها لم يصلوا إلى مرحلة الإدراك والتمييز، إنها خلية للأطفال والمراهقين. ما الذي دفعهم لهذا؟ لماذا ينظرون في هذا السن المفعم بالحياة لمثل هذه الأمور؟ لو نجي لمراحل الاستقطاب تبدأ بقضية يعني الإقناع أنه هناك أنه لديهم الحقيقة، أنهم يملكون الحقيقة، أنه في أخطاء، أن العالم أو المملكة العربية السعودية ما تسير بشكل صحيح، وبالتالي هذه هي البداية في الدخول في العمليات الإرهابية. دائما نقول أنه أي استقطاب لمجموعة إرهابية يبدأ بالتعاطف، التعاطف مع عمل العمليات الإرهابية. هم يدغدغوا مشاعر الجمهور، مشاعر الشباب بالعدالة، بالمساواة، بالحرية، بمفاهيم فضفاضة يعني يلتقطها الشباب في أي مكان من العالم، وهذه طبيعة الشباب وروح الشباب. ولا أخفيكم هنا في عندما درسنا ظاهرة الإرهاب من خلال عدد من الدراسات وجدنا أن هناك الحقيقة عامل مشترك كبير جداً، وهو عندما نحاول أن نعرف كيف انخرط الفرد في تنظيم القاعدة نجد أن الوسيلة الأولى أنها من خلال الأصحاب، فتجد النسبة الكبرى يمكن تصل أكثر من 80%
تعرفوا أو انخرطوا في تنظيم القاعدة من خلال أصدقائهم ومن خلال زملائهم. فهذا الحقيقة مؤشر خطير جدا، معنى أنه الفرد أصبح يتأثر برفاقه أكثر من أفراد أسرته. لا أستطيع أن أنفي أن لدى القاعدة بعض المتمكنين في بعض الأمور النفسية، وأيضا من وجهة نظر الشخصية لديهم دعم استخباراتي من دول معينة، وبالتالي هذه تستخدم علم النفس. ولكن أقول أيضا بعضهم يعمل ومن خلال خبرته ومن خلال درايته ومن خلال معلوماته الشخصية وطريقته البسيطة، وهو يطبق علم النفس بدون أن يعلم، من خلال مواقع الخبرة. لذلك لا أستطيع أن أنفي ولا أستطيع أن أثبت. صباح 26 من يونيو مثل خطوة مهمة للغاية بالنسبة إلى رجال الأمن في المملكة، ففي هذا اليوم بادر أحد أكثر المطلوبين أهمية للشرطة، وهو عبد الرحمن الفقعسي، الذي كان لا يزال يعد الرجل الثاني والرأس المدبر على الرغم من كونه لاعباً صغيراً جداً، وضعه خطأ معلوماتي في مكانة لا يمثلها. عاش على مدى أسابيع والناس تنظر إلى اسمه على أنه القائد والرأس المدبر، وكل ذلك دفعه إلى التفكير في تسليم نفسه بعد أن وجد المجموعة التي يتحرك معها قد قبض عليها، وهي مجموعة المدينة المنورة السالفة الذكر، إضافة للقبض على زوجته. من هنا اتجه الفقعسي إلى كبير مشايخ الصحوة، سفر الحوالي، وقد بدأ الأمر باتصال هاتفيين أجراه بذلك الشيخ يخبر فيه أنه علي الفقعسي أو الرأس المدبر كما يصر على تسميته الإعلام المحلي، ويطلب منه ترتيب عملية استسلامه على أن يكون التسليم نفسه إلى مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية. وإن عاد الشيخ إلى منزله حتى أتاه الاتصال الثاني من علي الفقعسي الذي أعقبه بقليل اللقاء في مسجد الشيخ. ومن هناك اتجها إلى منزل مساعد الوزير، وقبل الوصول تجاوزت سيارتهما نقطة تفتيش، إلا أن القائمين عليها لم يلفت انتباههم وجود الرأس المدبر أو القائد جالساً بجانب الشيخ. مع غروب الشمس ذلك اليوم بدا وكأن رجال الأمن يحكمون سيطرتهم على هذا التنظيم في هذه البلاد الشاسعة، حيث اتسعت دائرة المواجهات لتشمل جميع الأنحاء، وكان استسلام الفقعسي بهذه الطريقة نصراً فعالاً لهم، ليس لقيمة الفقعسي داخل التنظيم نفسه، ولكن لأنه وجد أن لا مهرب له إلا هذا التسليم، في حين بدا تنظيم القاعدة في السعودية عاجزاً عن حماية أتباعه أو حتى الاتصال بهم. الصوير، ضواحي مدينة سكاكا عاصمة الجوف أقصى شمال المملكة. الأمن يحكم سيطرته على أحد منازل الأئمة الملحقة بأحد المساجد، حيث تحصن داخلها 4 مطلوبين بعد استسلام خامسهم. في هذه الأثناء ينتقل المطلوبون 4 من المنزل إلى المسجد ويتحصنون داخله. داخل المسجد كان المطلوب رقم 1 على قائمة 19 تركي الدندني مع 3 آخرين يستعدون لخوض معركة طويلة مع الأمن في الخارج، فقد كان آخر ما يسعون إليه هو القبض عليهم أحياء. كان الموت بالنسبة لهم أفضل من ذلك. ثم بدأ المطلوبون في إطلاق النار، فتعامل معهم رجال الأمن بالمثل، واشتدت عملية القتال بين الطرفين، الأمر الذي دفع المطلوبين إلى الانتحار بتفجير الحزمة الناسفة والقنابل التي كانت بحوزتهم، وبينهم قتلى
كان هناك من هم مسجلون في قائمة 19 مطلوبا، وهما تركي الدندني وعبد الرحمن جبارة، في حين أن الآخرين وهما عماش السبيعي وراجح حسين العجمي لم يكونا ضمن القائمة، ولكنهما كانا مطلوبين في وقت سابق. كان لهذه العملية أثر كبير على الشارع وعلى أعضاء التنظيم الآخرين في الوقت نفسه. فالموقف غريب، حيث أربعة إسلاميين ينتحرون داخل المسجد. مثل هذا ولفترة طويلة علامة فارقة، فالإنسان لا يلجأ إلى الانتحار إلا إذا بلغ به اليأس حده الأقصى. ولكن كان اختيار الإرهابيين للانتحار على الاستسلام علامة استفهام كبيرة على شخصيتهم وأفكارهم. هي عملية حصار مسجد الصوير اللي بالقرب من الجوف، حصار تركي الدندني ورفاقه، كانت فعلا عملية مختلفة جدا. يعني طبعا هي عملية قامت بها قوات الأمن، يعني ليست عملية للقاعدة. هؤلاء المجموعة بقيادة الدندني هربوا وتحصنوا في هذا المسجد البعيد إلى حد ما عن سكاكا اللي هي المدينة الرئيسية في المنطقة. بعد الحصار حصلت مناوشات ورفض تركي والبعض معه تسليم أنفسهم، ففجروا أنفسهم كعملية انتحارية. طبعا هنا ثار جدل أنه هل هذا انتحار أو ليس بانتحار. القاعدة دافعت طبعا عن هذا الشيء وبرروا لهذا العمل باعتبار أن هناك بعض العلماء قال إذا خاف المسلم على نفسه من الوقوع في المجاهد المسلم طبعا في قبضة العدو يجوز له قتل نفسه. واستدلوا في هذا السياق بفتوى لأحد العلماء السعوديين السابقين أجاز فيها، اللي هو الشيخ محمد بن إبراهيم، أجاز فيها لأحد مجاهدي الجزائر في مرحلة الاستعمار الفرنسي، أنه يقول له أننا نقع أحيانا بيد الأسر الفرنسي، فهل يجوز لنا أن نأخذ مادة معينة يعني بحيث لا نبوح باعترافات تضر بالمجاهدين؟ ففي هذا السياق وفي هذه الحالة الخاصة أباح لهم هذا الشيء. هدفين، أعود وأقول هناك هدفين. هدف أولا فتوى شرعية استند عليها واعطت له بطريقة خاطئة. ثانيا حتى قيل له لا تسلم نفسك سيحدث التعذيب، وهذا غير صحيح، وإنما القصد منه أنه حينما يقبض عليه سيدلي بمعلومات. لا شك أن الإنسان حينما يدخل السجن يبدأ يفكر في نفسه ووضعه وحالته والله والرسول صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى ورسول تعليم الدين الإسلامي، ويستعرض حياته تماما حينما يكون لوحده، وبالتالي سيدلي بمعلومات لأنه سيتوب، وهذا ما رأيناه بهم معيوننا حقيقة. فهذا مبدأ أساسي. القصيم في شهر يوليو شديد الحرارة، ترصد تحريات وجود أحمد الدخيل المطلوب على قائمة 19 والذي هرب من المواجهة التي حدثت في مكة المكرمة في إحدى المزارع في المدينة. وما إن وصلت قوات الحصار والاقتحام حتى حدثت مواجهة عنيفة، قتل خلالها رجلا أمن وخمسة مطلوبين، واعتقل سادسهم بعد إصابته. في هذه الأثناء كان أحد المطلوبين على قائمة 19 معتقلاً في اليمن من دون معرفة هويته الحقيقية، وما إن انكشف أمره حتى تم تسليمه للسلطات السعودية. كان ذلك هو بندر عبد الرحمن الغامدي. تلا ذلك بأيام مداهمة لإحدى الشقق السكنية التي تقع في الحي السكني التابع لمستشفى الملك فهد في جازان جنوب غرب المملكة، والتي قتل على أثرها مطلوب أمني آخر على قائمة 19 هو سلطان جبران القحطاني. هو يعتقد أنه بعد أربعة أشهر سيتولى مقاليد مؤسسات الدولة، وبالتالي عرف أن لا سبيل لذلك، لأنه عرف دينيا أنه غلط. وبالتالي نعم أقول نجاحة الأمنية لها دور كبير جدا في توضيح الصورة. نحن لا نتكلم عن نجاح أمني فقط، وإنما نجاح أمني مدعوم بتعليم الشريعة الإسلامية، أن ما تقوم به من عمل خطأ، وما تقوم رجال الأمن والدول مدعوم بفتاوى علماء ومبني على قواعد الشريعة الإسلامية السامة.
على الجانب الآخر، كانت النجاحات المتتالية لرجال الأمن وكذلك سقوط عدد ليس بقليل منهم في المواجهات قد بدأت تظهر أثاره على الشارع، الذي بدا أن عدداً من المتعاطفين مع التنظيم داخله يغيرون اتجاههم. هو يعني الضربات المتلاحقة للقاعدة وانحسار القاعدة في العالم الإسلامي بصفة عام هو بسبب كما قلت التخبط العشوائي في قتل الأبرياء، سواء الأبرياء كانوا من المسلمين أو غير المسلمين. وهذه الحقيقة، لأن كلنا نعلم أن الإسلام لا يقر الحقيقة قتل الأبرياء، وبالتالي بدأت فعلا يمكن في البدايات كان في هناك نوع من التعاطف، أما الآن فلو أخذت عينة في الشارع التعاطف قد يكون معدوم، إلا من لديه فكر انحرافي أو لديه أحيانا إحباطات وتنفيسية يرى أنه ممكن أحد شخص آخر يعملها نيابة عنه، وربما يرى أن القاعدة من هذا القبيل. لكن الحقيقة التعاطف السابق، لو عملنا دراسة مقارنة ما بين التعاطف في البدايات والنهايات الآن ما وصلنا إليه، التعاطف الآن معدوم تماما. في الوقت الذي توالى فيه سقوط أعضاء تنظيم في مختلف المدن السعودية، كانت قيادته تخطط لعمل قوي يسترد فيه التنظيم شيئا من قوته. كان لابد أن يكون هذا العمل في قلب العاصمة، وكان اختيارهم هذه المرة مختلفا وغير متوقع. في الوقت الذي كان سكان مجمع المحيى السكني في شمال الرياض ينامون آمنين في منتصف ليلة 18 من نوفمبر، كانت هناك أياد آثمة تمتد لتنزع منهم هذا الأمن والطمأنينة اللذين تمتعوا بهما سنوات طويلة. فقد هاجم المجمع عدد من الإرهابيين بينهم انتحاريان في سيارتين، إحداهما مموهة بصورة السيارات العسكرية لتبدو وكأنها تطارد السيارة الأخرى، الأمر الذي سهل دخولها المجمع. ثم تسير السيارتان كل عكس اتجاه الأخرى، فتتجه السيارة التي أخذت الشكل العسكري إلى المجمع وفيها انتحاريان، بينما تفر الأخرى، وما هي إلا دقيقتان ويدوي صوت انفجار هز العاصمة. حية هي عملية نموذجية حقيقة للقاعدة، كان فيها عملية ترصد، كان فيها عملية جمع معلومات، كان فيها عملية يعني خلية مراقبة مهمتها المراقبة، وخلية تحليل للمعلومات وتصوير، وخلية تنفيذ، وخلية توصيل. يعني كانت عملية معقدة إلى 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 حد ما، واستغلوا الطبيعة الجغرافية للمكان. هذا المكان يقع في وادي حنيفة في الرياض، وهو وادي بعيد الغور، وفي بعض يعني الغيران والشعاب، فأكيد أنهم استغلوا هذه الطبيعة الجغرافية للمكان. وكانت القاعدة في تلك المرحلة محمومة ومهمومة بالبحث عن هدف مثالي بالنسبة لها، فتم اختيار هذا الهدف باعتبار أنه مجمع سكاني يوجد فيه أمريكان أو غير أمريكان. الحقيقة أنه كان يوجد فيه يعني مجموعات جنسيات مختلفة، لكن هم يكفيهم أن يقولوا أجانب وفقط. كان يوجد فيه عرب، كان يوجد فيه سعوديين، كان يوجد فيه جنسيات غير جنسيات أمريكية ما لهم علاقة بالأمريكان. سلام عليكم. لا طيب طيب حبيبي. أسفرت الحادثة عن 17 قتيلا و122 جريحا، ولم يكن بين القتلى أو المصابين إلا أمريكي واحد من أصل عربي، وهو وليد طاهر أبو النجا. لأن المجمع لا يوجد فيه أحد من تلك الجنسية، لحين كان من القتلى عائلة مصرية مكونة من أب وأم وطفلين وخمسة لبنانيين وحارس أمن سوداني وعرب وأسيويون آخرون. العملية كانت مذهلة وصاعقة، لكن تم التعامل معها أمنيا بشكل جيد من خلال الملاحقة الأمنية السريعة جدا. مضت 4 أيام على حادثة الاعتداء، والصمت مطبق على تنظيم القاعدة.
فلم يصدر منه على الإنترنت أي تبن أو تعليق على الحدث، إلى أن جاء اليوم الخامس فأصدر بياناً نشره على الإنترنت تبنى فيه الهجوم على المجمع، وادعى أنه مقر سكني لموظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI، بينما كان أغلب سكان الحي الذي تم استهدافه من المقيمين العرب والمسلمين، وكان الدليل الأبسط على ذلك هو جنسيات القتلى والمصابين. المعروف أن يوسف العييري والعزيز المقرن كان مهتمان بشكل كبير جدا بالناحية الإعلامية، وبطبيعة الحال حينما يكون الاهتمام بالناحية الإعلامية لا يستطيع هذا التنظيم أن ينشئ محطة إذاعية أو يظهر عبر قناة فضائية، لأن هذه ستخضعه للمسائلات، فاتجهوا إلى شبكة الإنترنت وأنشأوا المواقع، وانتشرت بشكل كبير جدا بعد عام 2001، وتحديدا كانت الذروة في عام 2003 و2004. لكن هذا الخداع الإعلامي كشف الكثير من ضعف الثوابت التي تؤمن بها قيادة التنظيم، فالحي لم يكن لرجال الشرطة الأمريكية، وكان عرض صور الضحايا العرب والمسلمين أبلغ رد على هذا البيان. من المعروف أن تنظيم القاعدة لديه الجبهة الإسلامية العالمية، وهذه مختصة بالإعلام وتنشر على شبكة الإنترنت أكثر من 6 مؤسسات أو أسماء مؤسسات على الأقل، مؤسسات افتراضية، الفجر والسحاب والبشائر والفرقان وما إلى ذلك، كل هذه مؤسسات أو هكذا ظهرت على شبكة الإنترنت تنشر هذه المواد وتروج الخطب والرسائل التي يوجهها رموز التنظيم سواء من أفغانستان أو من بعض البلدان كما يزعمون في إيران وغيره. لأننا عرفنا أنها إزهاق للنفس. كما كانت إحدى أهم الضربات التي وجهت للتنظيم إعلاميا هي تراجع رجال الدين الثلاثة الذين قاموا بالتحريض، وكذلك فتاوى الجهاد، وأهمها فتوى دفع الصائل التي تبيح قتل رجال الأمن. حق وعدل. وبدأ تسجيل المقابلات التي جاءت على هيئة مراجعة شرعية، واختير لها الشيخ الدكتور عايض القرني، وكان لهذا الاختيار دور فاعل في المنظومة الاجتماعية لما لهذا الشيخ الدكتور من مكانة في تلك المنظومة، وقد تم التسجيل في استديوهات القناة الرياضية المحلية في مبنى وزارة الثقافة والإعلام في الرياض، بعد أن أخذ الشيخ الخضير من سجنه في الحائر من ضواحي العاصمة إلى مبنى الوزارة تحيطه رقابة أمنية سرية مشددة، وبثت المقابلة في يوم 17 من شهر نوفمبر، وجاءت على هيئة استجواب على ضوء آراء وفتاوى سبق أن قدمها الشيخ الخضير في العامين الأخيرين اللذين سبق القبض عليه، وفحوى تلك الفتاوى تكفير بعض الكتاب الصحفيين ودعم العناصر المطلوبة وقتل رجال الأمن. كافي في معرفة حكمها لذوي العقالة. فبدأت أسأله أمام الناس، وتعرف التلفزيون السعودي بث هذا، وشاركت العربية وغيرها في نقل الأسئلة والأجوبة أمام الناس، وكان يتكلم بمجرد الإريحية والاقتناع والاندفاع، وكان مقتنع بما يقول، وكان يضرب الأدلة يعني على ما يقول. يعني من ضمن الأسئلة: ماذا يعني جعلكم تقدمون فيما مر على هذا؟ طبعا أجاب أن يعني أخذنا فهمنا فهم، وهذا الفهم يخالف فهم العلماء، وليس عليه علماؤنا ولا كذا، ولا يسلم من الخطأ أحد. وكان من ضمن الأسئلة: هل كنتم تتوقعون يصل الحال إلى ما وصل إليه الآن؟ وألستم في مجتمع مسلم؟ والإمام أليس له بيعة؟ وهذه الأعمال تخدم من؟ وهل هذا من دين الله عز وجل؟ وقضية المعاهد إذا دخل البلاد والمستأمن غير المسلم، وقضية التأشيرة إذا حصلت الإنسان، وقضية التعامل مع غير أهل الكتاب، والأعمال هذه تخدم من؟ في أسئلة طويلة شهدها الناس وسمعوها، وكان يجيب باستفاضة ويجيب بأدلة، هو طالب علم، ويعلن تراجعه ويعلن ندمه ويعلن أسفه، ويأتي بالأدلة التي تدين العمل الذي أفتوا فيه من قبل. كانت مثل الـ يعني الصدمة لأعضاء مهمين جدا في القاعدة، لم ناصرهم يمكن أن تتراجع بهذه السهولة، يمكن أن تعلن تراجعها على الملأ في قنوات إعلامية ووسائل اتصال بهذه الطريقة. لم يكونوا يتوقعوا أن من يلقى عليه القبض من هؤلاء العناصر سوف يتم التعامل معهم بهذا الرقي الفكري والثقافي، وبالتالي الدخول معهم في عملية حوارية وعملية إقناعية من الدرجة الأولى. وأعتقد أنه يمكن القول أنه أسقط في أيدي كثير من عناصر القاعدة الرئيسيين عندما وجدوا مثل هذا العمل.
الجندي مسلم ما دام من المسلمين ويشهد لا اله الا الله، كما في حديث صحيح عن انس بن مالك رضي الله عنه انه سلم قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم، فما دام كذلك فهو مسلم. اما قتله بحجه دفع الصائل وكذا، فقد ذكر ابن المنذر رحمه الله ان العلماء كالمجمعين على استثناء السلطان من باب دفع الصائل، يعني ان حتى لو صار عليه السلطان فانه يستثنى ولا يدفع. جاء الشيخ ناصر الفهد في بعدها بوقت بايام، وجاء الحوار نفسه وانا جلست معه من قبل وحاورته وحدنا وسالته بالله وعرضت عليه الاسئله باسم الواحد الاحد الواحد القهار، هل هذا مقتنع منه او دفع او بتشجيع او مورس عليه اي اكراه او ضغط؟ قال: والذي نفسي بيده ما مورس علينا اي شيء ولا طلب منا احد، وانه باقتناع مني واني توصلت الى هذا والامر مؤسف. وكان هو يتكلم لي بحراره عن انفجارات التي حصلت، وقال: ما اظن انها تصل الى هذا الامر، والله بيسألنا عن دماء الناس ويمكن فهم من فتاوينا وأخذ منها، وأنا بمحض إرادتي أريد التراجع. وكان هو أكثر استدلالا بالحديث، أظن تخصصه سنة، فبدأت معه في التلفاز السعودي وحاوره مسألة مسألة، وكان يبين حتى ينقل عن ابن تيمية وينقل عن علماء الإسلام وينقل عن الأئمة ويندد بهذا، وكان يعني يظهر عليه الأسف والتوجع والندم والحيرة، وقد رأى ذلك الذين شاهدوا هذه الحلقة، وكانت يعني مشاهدة عالمية. استقبل المراقبون المقابلات بشك في البداية، ولكن سرعان ما بدأ تأثيرها في الظهور بعد تواليها، فيما فارس كان يدون في عقله جزءاً آخر من كتابه. منذ أيام تراجع الشيخ الفهد، واليوم يتراجع الشيخ الخالدي آخر مؤيد للعنف منهم. وبين تراجع الشيخين الأخيرين وتراجع الشيخ الخضير كان التأثير قد بدأ في الظهور، حيث بادر المطلوب عبد الله بن عطية حضيض السلمي بتسليم نفسه إلى سلطات الأمن في منطقة مكة المكرمة من دون وساطة من أحد. كان من ضمن مبررات الشيوخ الثلاثة في التراجع عن فتاواهم السابقة أنها بنيت على حماس غير منضبط وأدت إلى نتائج لا تحمد عقبها، فأبدوا الندم عليها. ولكن كيف يضمن المجتمع عدم حدوث هذه الفوضى في الفتوى مرة أخرى؟ وهل يمكن للفرد أن يستغل فتوى من أحد رجال الدين للقتل والعنف والتدمير سواء داخل بلده أو خارجه؟ علامات الاستفهام هذه مثلت طريقاً جاداً للنقاش، ليس فقط في أروقة الحكم والسياسة، ولكن كذلك بين رجال الدين أنفسهم. حينما تكون أمام قضية وأنت واضع إصبعك على الزناد، يعني هذه القضية سوف تتحول إلى ليس برنامج عمل عادي، وإنما برنامج عمل أحيانا فيه سفك دماء وفيه إنهاء عقود وعهود واتفاقيات مع أطراف، وفيه خروج على جماعة المسلمين وعلى المجتمع المسلم. الأمر هنا واضح أنه كان ثمة انحراف في واقع الأمر. الحماس وحده لا يكفي، الحماس وحده لا يكفي لتقرير المسألة، وصدق النية وحدها لا تكفي لتقرير المسألة. المسألة الشرعية لا يكفي فيها ولا يبرر إطلاقها حماس يجد الإنسان في نفسه أو صدق في نيته، لا، هذا الفتوى تحتاج إلى دراسة وتأمل، لاسيما إذا كانت هذه الفتوى تتعدى في أضرار، يعني كون الإنسان يتجه إلى الأخذ برأي لنفسه ويشق على نفسه، يعني يأخذ بأمر من الأمور الشرعية ويرى أن هذا هو الذي يتناسب مع حاله، ولو كان في مشقة لكن يقول أنا أتحمل هذه المشقة، فهذا أمر متعلق به وتعنته على نفسه لا ينجر إلى أحد. لكن أن يقتحم غمار مسألة شرعية تتعلق بأناس آخرين ويفتي بها ويصرح بها، هذا لا يكفي فيه كونه يتحمس للخير وحب الخير أو صدق النية عنده، بل لابد من النظر في الأدلة الشرعية وما يعني تقتضيه المصلحة الشرعية، وما يعني والنظر في المصالح والمفاسد والأمور هذه كلها لابد من الإحاطة بها. كونها تصدر
فتاوى ثم يتعذر بأنها صدرت في وقت حماسة، هذا لا يبرر. المشكلة في طريقة التعامل مع هذه النصوص، سواء كانت نصوص شرعية من القرآن والسنة أو كانت من نصوص الفقهاء. فالذي كان يحدث هو تبني فقيه معين أو طالب علم قد لا يكون يعني متفوقا ومثله كثير، ولكن يعتقدون بأن هذا الإنسان قال الحق وتكلم بالصواب، فتعتمد أقواله وفتاويه. وأحيانا يكون هناك تأثير عليه، القدرة على التأثير على هذا الإنسان بحيث ينساق مع هذه التوجهات. 7 أشهر مضت على إعلان قائمة المطلوبين 19، وما إن تقلص عددها بعد انتحار 5 منهم في الاعتداءات التي شهدتها مجمعات الرياض في مايو أيار، وسقوط آخرون قتلى خلال المواجهات مع قوات الأمن أو بالاستسلام، حتى أعلنت وزارة الداخلية في 6 ديسمبر كانون الأول عن قائمة جديدة كان عددها قد فاق القائمة الأولى، فجاءت ب26 اسما، 6 منهم من بقايا القائمة السابقة. في تلك الأثناء وبهدوء تام وبلا وساطة من أحد، بادر أحد عناصر القائمة المطلوبة بتسليم نفسه إلى شرطة منطقة نجران جنوب السعودية. ففي صباح الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر قرر منصور محمد أحمد فقيه تسليم نفسه لمدير الشرطة، وعلى الفور تمت إجراءات ترحيله لسجن الحائر في الرياض، وهناك مكنت أسرته من زيارته مباشرة. وقد كان تسليمه لنفسه بعد 24 يوما من إعلان القائمة وصدور تصريحات تعد بتخفيف العقوبات على من يسلم نفسه طوعية. يمكن نقول أن شهر مارس هو أهدأ شهر مر في ملاحقة القاعدة في السعودية، لكن هل هذا الهدوء ممكن يستمر لفترة طويلة، أو هو كما يقال الهدوء الذي يسبق العاصفة؟ لكن العاصفة هذه المرة كانت تندفع باتجاه القاعدة لتحمل معها حدثا سارا للأمن السعودي وقاصما بالنسبة للقاعدة في المملكة. ففي 15 من هذا الشهر كانت فرق من المباحث العامة قد تمكنت من التعرف على تنقلات قائد تنظيم القاعدة في السعودية خالد حاج في مدينة الرياض، فتمت مراقبته إلى أن جاءتها الفرصة للقضاء عليه. كانت الخطة التي اتبعها رجال الأمن ذكية وسريعة وجيدة التنفيذ، إذ أن شرط نجاحها هو في هدوء تنفيذها، ومع تجاربهم السابقة يعرفون أن كل سيارات المطلوبين ممتلئة بالمتفجرات، ولهذا كان الشرط الوحيد هو عدم إحساس من في السيارة بأن هناك شيء ما يدبر خارجها. بحيث تحاصر مجموعة سيارات من المباحث السيارة الهدف من دون أن يشعر من فيها بأمر المحاصرة، فتشعرهما بأن السيارات المحيطة بهما من اليمين واليسار والخلف هي سيارات عادية في طريق عام. وحين يصلون إلى النقطة المتفق عليها في حي النسيم
وهي تقاطع إشارة ضوئية للشارعي عبد الرحمن بن عوف وأحمد بن حنبل، يتم تفريق السيارات المحيطة بالهدف بشكل سريع وتفرغ المساحة للقناصة. تعرض لعملية قنص، تعرض لعملية قنص في حي النسيم في شرق الرياض، أكيد بعد رصد وتتبع لم يكن استقل السيارة إلا هو ورفيقه المزيني وقتل على الفور. هو خالد حاج كان مرصودا ومعه شخص آخر سعودي على سيارة جيب منتقلين إلى شرق الرياض من 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 الملز، لكن على بعد بضع كيلومترات يعني من سيرهم يعني كانوا مرصودين وتم السيطرة عليهم من قوات الطوارئ ومحاصرتهم، واستطاعوا في عملية خاطفة ومن رصاصة قناص قتله وهو في السيارة في لحظات ومن معه، ولم يكن هناك أي مقاومة. يعني في هذه اللحظة تمكن القناصة السعوديون من اصطياد خالد حاج قائد تنظيم القاعدة في السعودية ومرافقه بهدوء وبأسلحة مكتومة الصوت، لتتخلص المملكة من رأس التنظيم وثاني رؤسائه الذي طالما نهش في جسد هذا الوطن الذي نشأ بين ربوعه. وترتيب سلم قيادة القاعدة في السعودية متفق عليه قبل مقتل يوسف العييري، وكان خليفته خالد علي حاج قائدا فعليا من خلف الستارة، في حين يظهر في الواجهة القائد السوري عبد العزيز المقرن، وذلك كي لا يفقد التنظيم بعض التأييد المحلي الذي يلقاه، فيما لو أعلن أن قائده لا يحمل الجنسية السعودية. وبعد مقتل حاج صارت القيادة الفعلية للمقرن.